السلام عليكم، معكم شادي العبادي، وبهذا الفيديو حنحكي عن هواية نوال السعدوي الإله يقدم استقالة في مجمع القمة. بصراحة ما كنت أتخيل نهائيا أني بيوم من الأيام ممكن أقرأ لنوال السعدوي أي كتاب، بل حتى كنت ناوي إذا بدي أقرأ لها كتاب يكون كتابها لو الكتاب اللي يعني نوعا ما عمل جدل، الماء أو الجنس أعتقد اسمه، هو الكتاب اللي تكلمت فيه عن ختان البنات وتكلمت فيه عن وضع الماء. في بعض الناس بعض الشبه هذا الكتاب بكتاب الجنس الآخر تاع سيمون دي بوفوار اللي تكلمت عنه بفيديو سابق زمان. فبحياتي ما توقعت يعني اني ابلش حتى لو بدي اقرا لها لازم يكون هذاك الكتاب، ما توقعت ان اقرا لها كتاب ثاني. ولكن من اول ما ماتت، يعني زي ما احنا كلنا شفنا، هي صارت ترند اول ما ماتت، وكثير شيوخ وكثير ناس انتقدوها بالذات على هذا الكتاب اللي هو استقاله الاله، وكثير ناس برضو اتهموها بانها بتكفى بالكتاب، انها برضو بتنتقص من الذات الالهيه، انها بتنتقص مش عارف من مين. ولكن انا لما قراتها، وعلى فكره انا خلصتها يعني بعد ما نشرت فيديو عالم صوفي اللي نشرته على القناه اللي انتم شفتوه، على طول بلشت اقرا فيها. يعني ممكن نحكي انها يوم واحد اللي خلصته فيها، يعني الصبح انا خلصتها في هاي الروايه، وقعدت هيك شوي افكر فيها شوي وبالاشياء اللي فيها. وبصراحه شفت كمان بعد قراءتي لها والتفكير فيها انه فعليا الناس اللي انتقدوا نوال عليها هم ناس فعلا مش فاهمين الكلام تاعها، او ناس عندهم مثلا غباء، لانه فعليا مثلا هي ذكرت مثلا بروايه شخصيه الله مثلا، تمام؟ وبمقدمة رواية تكلمت الكاتب اللي هنا نوال السعدوي عن انه بيوم من الايام دخلوا الشرطة عليها وكانوا فعليا ماخذين الاوامر من شخص اللي هو الحاكم تاع الدولة اللي كانت هي فيها، اعتقد انه السادات، والسادات كان شغال بموضوع حداد. هذا الكلام كله بتلاقوه بالمقدمة، تمام؟ فالواضح من كلامها نوال السعدوي زي ما هي موضحة اصلا بروايتها انه لما هي مثلا تتكلم عن شخصية الله هي ما بتقصد الله تاع الاديان، بل هي قصدها عن الحاكم بالدول العربية. مثلا كمان لما تكلمت مثلا عن سيدنا موسى هي مش قصدها عن موسى الإسلامي، لأنه مثلا هسه يجي الواحد يقول لي لا موسى في الإسلام هو مسلم، تمام؟ ولكن فعليا هي مش هيك قصدها، هي فعليا لما تتكلم مثلا عن موسى هي قصدها عن موسى التواتي، الصورة التواتية. فمثلا موسى بتلاقيه مثلا برواية مثلا بدافع عن ما يعرف دولة إسرائيل، وبتلاقيه كمان بيحكي عن موضوع الختان وعهد الله بالتوراة، ما بتكلم انه هو موسى الإسلامي، فاهمين علي كيف؟ يعني موسى مثلا بيجسد شخصية يهودي يوم، شخصية النبي عيسى مثلا كمان بيمثل يوم المسيحيين الصهيونيين او المسيحيين الانجيليين. فهتلاقي مثلا سيدنا عيسى بالروايه بيحكي عن دعم الانجيليين وانه مثلا شاف انه الدعم تاعهم كويس لليهود والقضيه اليهوديه. سيدنا محمد برضه بتلاقي برواية فعليا هي سيدنا محمد برواية كانت فعليا عظمته كثير برواية، كان هو احسن شخصيه مقدمه برواية. كان برضه سيدنا محمد فيها يتكلم عن ظلم حكام السعودية، طبعا ملاحظة بس عشان أي شيء، أنا ما عندي أي مشكلة فيما يخص الدولة السعودية، بل بالعكس أنا شايف مثلا محمد بن سليمان عنده بعض الأشياء الكويسة اللي عملها بدولتهم، ولكن أنا بحكي اللي حكته الكاتبة، تمام؟ نرجع لموضوعنا، مثلا بتكلم مثلا عن سيدنا محمد، بتتكلم مثلا عن الملك فهد، انه فعليا بدل ما يهتم مثلا بالاشياء الدينيه وهي الاشياء بيبني قصور للنساء تعونه، وعنده مثلا نوع من انواع الكذب والظلم. فهي ممكن نحكي انه سيدنا محمد تمثيل للمسلمين المظلومين المضطهدين، وتكلمت برضه بلسان النبي محمد عن كثير اشياء ومشاكل احنا اليوم نشوفها بالشرق الاوسط. فالخلاصه شخصيه الله لا تعني بها الله الاسلامي، بل تعني فيها الشخصيه الحاكم الموجود. وفعليا هاي الصوره منطقيه انه فعليا الحكام الدول العربيه مثلا سمعا وطاعه، زيها زي زيهم زي الاله مثلا بتعاملوا بعض الناس معه. سب على اللي بدك اياه بالدوله، بس لا تسب على الملك، او مثلا لا تسب على رئيس، هذا ايش احنا كنا بنشوفه. اما الانبياء زي ما حكيت هسه فهم اسقاطات. موسى بيمثل اليهود، وبما هي جسد يقول لي مثلا موسى وعيسى وهذول كلهم شخصيات اسلاميه، هم اسلاميين نعم بموقفك انت الدين الاسلامي، ولكن بموقف العالمي بيشوفوا الناس انه اليهود بيمثلهم عيسى موسى، المسيحيين بيمثلهم يسوع المسيح، المسلمين بيمثلهم محمد. فهي هي ببساطه يعني، فانا ما شفت فيها فعليا انتقاص لنقد الانبياء، بل بالعكس. وبعدين كمان انت لما تقراها وتشوف النقاشات بيناتهم، معناه مثلا بين ابراهيم ومحمد، فعليا النقاشات جدا كويسه ومنطقيه عن الظلم، عن ليش مثلا هاي الاشياء بتصير، كيف مثلا نحل الموضوع، وابليس مثلا كمان بيدخل بالنقاشات. وعلى فكره كمان وعلى الهامش انا لاحظت شغله بهاي الروايه، هاي الروايه فيها شغله عبقريه على فكره. نوال السعدوي مش ماخذه من دين معين او فكره واحده، يعني مثلا فكره انه ابليس هو يعتقد، او هو مثلا بالقصه يعني اللي هي كتبتها انه هو ملاك،
تمام، هو ملاك ساقط حسب الرواية. وهذا على فكرة الكلام موجود مثلا عند المسيحيين، هم بعض المسيحيين بيحكوا انه فعليا ابليس او الشيطان هو في الاساس ملاك، مش شيطان، هو ملاك ساقط. فهي اخذت مثلا فكرة من هون، وكمان فكرة انه مثلا هو ما سجد مثلا لآدم، هاي بعض الفكرة بنلاقيها مثلا في بعض الاديان الشرقية، زي مثلا اعتقد اسمهم الدروز، مش الدروز بالنسبة للاسلام، لا في دروز ثانيين بيأمنوا بما يعرف طاووس ملك. هذولا مثلا بيحكوا انه مثلا ابليس ما سجد لآدم، فالله اعطاه مكافأة، لانه فعليا هذا هو الاختبار الحقيقي، انه ما يسجد الا لله. فانا اعتقد انه كما كان عندها اطلاع فاخذت هاي الافكار من هناك، فهي مش قصدها حتى تسيء لاسلامك يعني مثلا. وبعض تكلمت عن اشياء فعليا جدا كويسة، تكلمت مثلا عن مشاكل المرأة في الوطن العربي، مشاكل الختان بشكل مبسط، اتكلمت برضو عن مشاكل، اتكلمت عن فكرة هاي شو بسموها المجتمع العمومي اللي انا حكيت عنها بالقناة، لما تكلمت ايزيس بالرواية، تكلمت عن كثير قضايا. ولكن برضو انا عندي بعض التحفظات على ما ذكرته، يعني مثلا هي تكلمت مثلا عن جماعة بوكو حرام الارهابية، وتكلمت مثلا هذول بقتلوا النساء وبقتلوا الابصر شو والاطفال، بس ما تكلمت مثلا عن ظلم الرجال. يعني هاي الحاكة الارهابية اللي هي اسمها بوكو حرام كمان بتعذب الرجال وبتشيل عظم، يعني حتى في احيانا ممكن يتركوا البنت، يزوجوا البنت، يعني حتعيش البنت في النهايه، اما الرجال في الغالب بقتلوهم. فهي واحده من الملاحظات عليها، انا فعليا كمان بريتها كانت فعليا تهز ذنب كثير للمرأة، يعني مثلا المرأة دائما مظلومة دائما أما رجل، يعني هاي الشغلة ضايقتني بصراحة، هاي الشغلة ضايقتني لأنه فعليا في رجال كثير مظلوم. عجبني كمان كلامه عن فكرة إنه مثلا القرآن الكريم مثلا أو الكتب المقدسة بشكل عام هي بيستعملها المظلوم وبيستعملها الظالم، هذا الشيء كمان برضه موجود. أي واحد مثلا ظالم بيستعمل الدين مثلا عشان يحكي للمعارضين إنه الدين بيقول لك لا تخرج على الحاكم، وفي شيوخ هيك بيحكوا، أما بالمقابل الشخص المظلوم بيستعمل الكتاب عشان يدافع عن حقوقه، القرآن قال إلي حقوق، أنا إنسان، أنا هاي الأشياء كلها والأفكار جدا كويسة. طبعا بنهاية الرواية كمان يعني بشكل مبسط، يعني بعد النقاشات اللي بتصير بين الأنبياء، وطبعا بالأول كمان بيستقيل إبليس من المكان اللي هو فيه لأنه فعليا زهق من قصة إنه الناس يحطوا عليه الحق بالأشياء تعيته، وهو فعليا يعني انحط بموقف إنه غصبا عنه يصير وسوس، يعني هالشيء برضه منطقية كمان نوعا ما عندي. فهو استقال، بعد هيك طبعا بعد استقالته بقترح واحد من الأنبياء، صدق مش بتذكر من هو، إنهم يرسلوا نبي جديد للعالم. فببلشوا بعدين يتناقشوا بين بعض، وكل واحد فعلا بقدم حججه انه مثلا ما بده ينزل مره ثانيه، زي مثلا السيد المسيح بقول مثلا انه ما بده ينزل عشان ما ينصلب مره ثانيه. طبعا هذا حسب الموقف المسيحي، شايفين كيف مسيح بيمثل موقف المسيحيين مش موقف المسلمين بغض النظر. بعض سيدنا محمد كمان برافض انه ينزل مره ثانيه، وبشكل عام جميعهم برافضوا هذا الموضوع. وبالاخير كمان بتيجي بنت الله اللي هي المفروض نوال السعدوي نفسها، وهي كمان اشاره انه فعليا الاسماء لا تعني مثلا انه نفس الشغل، انها عن جد بنت الله، لا هو فقط اسامي مسامي عشان تعبر عن شغله معينه. بالاخير طبعا بنت الله طبعا، وكمان الله نفسه يعني كحسب ما انا فهمت انه بيستقيل هو كمان الاله، لانه فعليا بعد ما بسمع كلام لبنت الله، هذا باخر الروايه باخر شيء، بعد ما كلام السيده العدويه وكلام هذا كلهم بعد ما يتناقشوا، لقاه كمان بعد الظلم اللي سمع والاشياء اللي حكاها، انه هو كمان يستقيل لانه فعليا زهق او ملل من فكره الخلود وفكره هذا الكلام. فعليا كان نقاش الاله باخر رواية كان منطقي، لانه فعليا تكلم انه مثلا الكتب اعطاها كذا، الكتب مثلا بيستعملها المظلوم، كان كلامه منطقي جدا. بعد هيك بتظل زي ما بيحكوا بتسكر الستاءة طبعا، وبتختفي كل شخصياته، بتظل فقط مين؟ بنت الله فقط اللي هي المفروض نواة السعدوي، وبظلش اللي هي، ولكن للاسف بيجوا الشرطه بمسكوها باخر رواية وبيحبسوها وبتسكر. هاي ممكن نحكي كمان انها يعني بتمثل انه المرأة مثلا لما تاخذ مثلا حقها او شيء زي كذا، انها مثلا بيتم قمعها. انا هذا اللي فهمته، يعني هاي الرسالة اللي وصلتني باخرتها، لان هي الوحيدة اللي ظلت وهي الوحيدة اللي صارت حاكمة، ولكن طبعا بعد ما تنحبس برجعوا الانبياء وبرجعوا هاي الاشياء. فممكن المهم يعني بغض النظر عن هذا الكلام كله، انا شخصيا الرواية بصراحة عجبتني، يعني عجبتني كثير، كلامها مبسط بسيطة، هي حوالي 50 صفحة كمان، مش انها شيء كبير، يعني موجودة على النت، يعني نقاطها بي دي اف. هي كويسة جميلة، فيها أفكار حلوة كمان، ممكن أنت ما تعجبك مثلا، ممكن أنت عندك موقف معين من نوال السعدوي، ولكن فعليا بنصحك تفكر فيها وتقرأها وتنزلها. أنا صدقا كمان بشوفها يعني تجربة جميلة جدا، إنه واحد مثلا يكون جاي هسه حد يقول لي جاي على إلهك وما كذا، يعني ما هي وجهة نظرك أنت، إذا أنت مثلا مش عاجبتك هاي الأشياء زي كذا لا تقرأها.
انا شخصيا كشخص مثلا بقرا مثلا المسرحيات مثلا بعملها مسيحيين عن يسوع وهي الاشياء واشياء زي كذا، انا بحب هالاشياء، بل بالعكس بشوفها شغله جميله جدا انه احنا مثلا نطرح اسئله كان لازم نسالها. يعني مثلا يتكلمت مثلا البعض عن تحالف الكتب المقدسه، وعرضت بعض امثله على فكره تحالف الكتاب المقدس الانجيل والتوراه، يعني تكلمت عنه على موضوع نبوءه اشعياء هل العذراء تحمل وتلد، وتكلمت بعض عن فساد وانت عن التفاسير والتاويل. ففي افكار جدا كويسه في الروايه، فبالنسبه لي يعني هي عجبتني، ولكن طبعا عندي انتقادات زي ما حكيت قبل شوي. مشكله انه مثلا بتجيب مثلا بعض الجماعات الارهابيه اللي هي كمان بتعنف الرجال، زي مثلا بوكو حرام اللي بتقتل الرجال وبتترك احيانا بكثير مرات النساء، حاول تتصور انهم فقط بيعذبوا النساء مش الرجال، وتكلمت بشكل مبالغ فيه برضو عن الظلم المرأة، وهو طبعا اشي جدا سيء. واحنا كمان بصراحة بمصر، واذا في حدا من مصر بتابعني سامحني، بس فعن جد الوضع بمصر جدا سيء بالنسبة للمرأة. اليوم نسمع قصة قتل ذبح سلخ، يعني اشي. وبلودن برضو، يعني انا مش مطلع لودن، برضو لودن يعني فيها وضع زي الزفت. مثلا الشعب عندنا بقتل النساء، وبرضو عندنا القانون متخلف، اذا مثلا بنت اشتكت على شاب بيحبس الشاب على طول، ففي خلل عن جد يعني. فانا كان قصدي يعني انه لازم كانت تتكلم عن الجانب مثلا الظلم الرجل والمرأة زي بعض، وقبل ما حدا يقول لي لا هي بس تتكلم عن حقوق المرأة، لا هي عاملة رواية بتتكلم بشكل عام عن مشاكل العالم كله، فلازم تحكي عن المشاكل بشكل عام حيادي، مش انها بس تحيز لطاف على مطاف. ولكن بغض النظر عن النقطة، بعض مشاكلها مع المرأة وكذا كان كلامها صحيح جدا ومنطقي كثير. في نهاية الفيديو انا راح احط رابط هاي الرواية تعيتها بوصف الفيديو، وبنصحكم جميعا يقرأها، يعني انت مش هتخسر شيء اذا قرأتها، وفكر بالكلام اللي هي بتحكيه. اذا انت مثلا مختلف معها زي انا مختلف معها بكثير افكار حكتها عن الاسلام عن القران عن حكت بعض الافكار انا مختلف معها فيه، ولكني ما بنكر انه كثير من ما ذكرته جدا منطقي جدا كويس. احنا فعليا بنعتاز اشياء زي كذا منطقيه، كلامها عن الظلم السياسي باسم الله هذا الاشي موجود، الكذب تاع الاحزاب الاسلاميه باستغلالهم بعض الاسم الله هذا الاشي موجود. بالذات كمان بنصحكم تقرأوا المقدمة، لأن فعليا المقدمة هي وضحت فيها إيش قصدها، وإنه فعليا في ناس بحاول يكسروا عليها الباب وهذا الحكي. لما وكانت هيك عن الموضوع عن جد يعني صار معها، هي كانت تتكلم عن الرواية اللي اسمها أتوقع اسمها سقوط الإمام وشي زي كذا، إنهم حاولوا يحبسوها ويعدموها وحد رد ومش عارف شو، فكلامها صحيح يعني. على كل يعني أتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام. وإذا قرأتوا إشي لنوال السعدوي اكتبوا لي إياه بالتعليقات، ممكن أقائلها أنا ناوي أقائلها كتابها اللي بيشبه تاع سيمون دي بوفوار، الجنس والماء أعتقد اسمه، هذا الكتاب كثير نفسي أقرأه، لا جد جد نفسي كثير أقرأ هذا الكتاب، لأنه أنا بحب سيمون دي بوفوار، مع إني بعض انتقدت كتابها جنس الآخر، ولكن حاب أجرب وأشوف يعني. يلا سلام، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي.